السلام عليكم، معنا موضوع جديد Consonant Sequences، تتابع تسلسل الأصوات الصامتة. في بداية الكلمات Initial Sequence، الكلمات الإنجليزية بيكون عندنا تسلسل of two consonants and تسلسل of three consonants، يعني ممكن يكون صوتين زي ما احنا شايفين number one مع هذول الأصوات، برضو هذول الأصوات مع هذول، ممكن يكون الثري برضو هناخدهم. طيب أنا هحفظ هذول كلهم يا أستاذ؟ لا، مش مطلوب منك تحفظ، بدي إياك أنا تتذكرهم بطريقة ذكية. لو سألتك س أند مثلا ت موجودة في اللغة، أو إجيت أعطيتك سؤال اختر س مع ب موجودة في اللغة، هتقول لي سبراي سباي سبراي and so on. ممكن كلمات انت عارفها فبتعرف على طول انه موجود في عندي امثله في اللغه، يعني موجوده في اللغه. لكن الكلمات اللي هي معلم لك عليهم بالاحمر هذول رير، يعني نادرين في اللغه، فانت لو مش عارف مثال عليها هيصير عندك لابس. هل هذا الكلمه او هذا الصوت موجود، يعني التسلسل موجود ولا لا؟ فهيصير عندك لبس. ليش طيب اللبس صار؟ لانه انت مش عارف مثال عليها، فانت احفظ امثلة عن الرير فقط، لكن باقي ما باقي لحالك طبيعي. انت عارف مثال، انا مثلا قلت لك مع م سمول، ها هتعطيني مثال على طول عن سون. طبعا في الاصوات الكونسونانس لما يجي ورا بعض في الكلمة ما بعمل ريليس إلا في نهاية الكونسوننت. لو عندي مليون صوت كونسوننت ما بعمل ريليس سواء في كلمة واحدة أو في كلمتين، وهنشوف ما بهمني يعني لأنه الحديث ورا بعض. لكن طالما أصوات الكونسوننت إجت ورا بعض ما بعملش ريليس بتاتا، ما بوقف إلا لو انتهن الكونسوننت كلهن. يعني عندي مثلا س ف ايش ما اجى وراها اصوات كونسوننت ما بوقف الا لما ينتهي، بعمل ريليس لاخر صوت. هذا معناته اني في النطق س ما بنطق الاس كامله، لا بطلع اللي هو الفريكشن، وانا بطلع الفريكشن على طول بجهز الفم او الشفتين لنطق الصوت اللي بعده، يعني بتهيئ ان وانا بنطق سباي سباي سباي، يعني وانا بنطق اس على طول الفم قاعد بياخد شكل الصوت اللي بعده. طيب هل عملت ريليس في الاس؟ قلت اس باي؟ نو. الريليس في الب سبا 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 سبا، تمام. ونفس الشيء مع باقي الاصوات، يعني هنا بنطق اس، طبعا ما بطولها لانه قلنا الريليس بيكون في اخر صوت ساكن. عندي الت ببقى انطق بشكل خفيف، يعني بشكل قصير، وبيقطعها ت اللي هو اللسان بيقطعها في الالفيو مع الت، بيقطع الصوت. نفس الشيء مع الك بيقطعها في الفيلا، مع باقي الأصوات نفس الشيء. طيب نيجي للنوع الثاني اللي هو هذه الأصوات مع يا إما له، ما يا إما راه، يا إما لا را، وهكذا. أنا قسمتهم طريقة إيش حتى تكون يعني زي جدول هيك. الب ممكن تيجي مع بس خليني أقرأ برضو الكلمات عشان spy stay sky fur small snow slow swear suit. طبعا هنا في البريتش سيوت الب مع ال ر ي play pray pure pure or pure American British. انا مع الت try twice tune، اللي مش موجود من هذول، يعني ما في صوت، يعني في يعني ما في صوت مثلا ت
مع ايش؟ مع له، ما فيش في الصوت في اللغة او كلمة فيها ت مع له ورا بعض، يعني تفهم لحالك. ك clip cry quite cure blow bread beauty dry dwell. طبعا dwell نادرة، اللي هو الده مع الوا، زي مع الف سفا. glue gray fly fry few through thwart. لاحظ برضو ث مع الوا، ثوا ثوا. ايضا عندنا هذول الاصوات اخر اصوات مع صوت واحد بيجي، يعني الشه بس مع الراء. شريك، الف مع الياء. فيو، المه تيجي برضو مع الياء. ميوزك، ميوزك. النه برضو مع الياء. نيو، الها برضو مع الياء. هيوج، لاحظ اخر اصوات مع الياء فقط. خلينا نشوف اللي هو of three consonants. نكمل مع بداية الكلمات لما يكون عندي three consonants like spra, stra, scra and so on. spray, straight, screw, spurious, stupid, skewer اللي هو سيخ الكباب. splendid, squa, squa, squa or square. حكينا انه الريليس او خروج الهواء بشكل كامل، يعني ممكن بين الاصوات يخرج هواء، لكن بشكل كامل اني اخرج ريليس لما يتبع كونسوننتس ورا بعض بخرج في اخر واحد، يعني سبر ر ر هو اللي صار فيه ريليس اللي هو ر ساوند. ستري ستري تر تر ر ر ستريت، يعني كلهم بخطفهم مع بعض وبعمل ريليس في الاخر. سكرو سك ك ك سكرو سكرو. سبيوريوس، يعني هيك النقطة واضحة، لما يتبع كونسوننس ورا بعض بعمل ريليس بس في اخر صوت.